أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج عين العلم. حلقتنا لهذا اليوم حول افتتاح مدارس في صلاح الدين. افتتاح مدارس جديدة في صلاح الدين خبر مفرح لكل أهالي صلاح الدين وخاصة أهالي قضاء الدجيل. مدرستين، المدرسة الأولى هي إعدادية شهداء الدجيل، والمدرسة الثانية هي ثانوية العدالة للبنين. خلونا نشوف أعزائي المشاهدين هذا التقرير اللي أجمل لنا موضوع افتتاح المدرستين وراجع لكم. من أجل التخفيف من الاكتظال التي تعاني منه مدارس الدجيل وبإشراف مباشر من مدير عام تربية صلاح الدين، تم افتتاح إعدادية شهداء الدجيل وإعدادية العدالة. وسط احتفالات كبيرة بهذه المناسبة حضر عدد كبير من مسؤولي القضاء. تعاون منقطع النظير من قبل الأهالي مع المديرية العامة للتربية تم افتتاح مدارس في قضاء الدجيل، مدرستين إحداهما إعدادية والأخرى ابتدائية. الحقيقة هاي البيانات هي قائمة، ولكن توقف التخصيصات المالية أدى إلى عدم تكملتها، وبادروا الأهالي في المنطقة بالتعاون مع أعضاء مجلس المحافظة وأعضاء المجلس البلدي في ناحية الدجيل تم تكملة هذه المدرسة وهذا الصرح التربوي الذي أوعزنا بتهيئة الملاكات التربوية بالإضافة للمستلزمات التربوية لاستمرار أو بدء العام الدراسي في هذه البناية. اليوم على بركة الله تم افتتاح مدرستين، مدرسة إعدادية الشهداء الدجيل ومدرسة إن شاء الله ثانوية العدالة للبنين. حقيقة أنه هذه برغم من قلة التخصيصات المالية لهذه المدارس، هذه المدارس كانت يعني على المحافظة محالة، ولكن تعرف الحالة اللي مر بها محافظة صلاح الدين من خلال دخول داعش إلى المحافظة، مما أثر على تكملة الأبنية المدرسية في القضاء وفي المحافظة كافة. اليوم وعلى بركة الله وبجهود الخيرين وبجهود بتعاون أعضاء مجلس المحافظة وبتعاون الأهالي أيضا تم إكمال هذه المدرسة مثل ما تشوفوها حاليا، وإن شاء الله راح يتم نقل لوجود اكتظاظ أيضا في طلبة ثانوية العدالة، وكذلك في مدرسة العدالة الابتدائية راح يتم شطر هذه المدرسة إلى مدرستين إن شاء الله للقضاء على الاكتظاظ وأيضا التقليل من الاكتظاظ من الطلبة الموجودين في المدارس. أعضاء مجلس المحافظة وأبناء المنطقة أشادوا بهذه الخطوة التي من شأنها أن تخفف من معاناة الطلبة، ومشيدين بدور تربية صلاح الدين. احنا دورنا الرقابي، دورنا نقيم اذا عمل التربيه في نظري قطاع التربيه والتعليم ده يشتغل بصوره صحيحه. استاذ مزهر رجل انا دائما اقول له انت مجاهد من حيث الضغط من قبل الناس عليه في تسويه الملاكات، في تكمله الملاكات التربويه، لكن الرجل صدر رحب وقلب رحب ويستقبل الناس، ونحن عون وسند له. إنجاز المدرسة التجمع من المنطقة، والمنطقة محتاجة المدارس، لأن المنطقة ما بيها غير مدرسة واحدة، والمدرسة الواحدة مزدحمة من ناحية الكثافة الطلابي. وقامت التربية بمساعدتها بكادر التدريسي والكتب وقسم من الرحلات إن شاء الله، وبارك الله بتربية صلاح الدين وعلى رأس الأستاذ نصر سرحان. على الرغم من قلة التخصيصات المالية التي تعاني منها الحكومة، إلا أن تربية المحافظة مستمرة في تضليل الصعوبات التي تواجه العملية التربوية للارتقاء بمستويات عالية. لبرنامج عين العلم، مصطفى السامرائي، سامراء. ومعنا أعزائي المشاهدين على الهاتف الدكتور مجيد السامرائي مدير الإشراف التربوي ليحدثنا عن آخر النشاطات بخصوص افتتاح مدرستي الدجيل وآخر نشاطات الإشراف التربوي. أهلا وسهلا بك دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلاكم. حياك الله. لو تحكي لنا دكتور مجيد حول آخر نشاطاتكم. يعني حقيقة دائمة المديرية العامة لتربية صلاح الدين حقيقة بمتابعة المدارس كافة. الأسبوع المقبل تم افتتاح مدرسة الدين
في قضاء الدجيل، احدهما اعداديه شهداء الدجيل والاخرى ثانويه العداله. الحقيقه هاي الاعداديه تمت بعد الغاء المعاهد المعلمين والمعلمات وتجويدها، حيث اين ان تكون في كل قضاء هنالك اعداديه متخصصه، ومن هذه الاعداديات في اعداديه شهداء الدجيل متخصصه حقيقه في قبول المعادلات الجيده من ابناء هذه القضاء، وبالتالي تطوير العمليه التربويه. كذلك في منطقه الشجر هنالك افتتاح ثانويه العداله بالتعاون مع اهالي المنطقه، تم استكمال البنايه، وحقيقه قام السيد المدير العام للتربيه التعليميه الاستاذ بن سرحان بتوفير كافه المستلزمات لنجاح هذه المدارس، ومن رحلات مدرسه وسبورات واجهزه استنساخ وباقي الامور الجوانب الاداريه. كان لنا دور في عمليه زج هذه المدرسه كوادر وتسويه ملاكات متخصصه علميه لديمومه هذه المدرسه، وعمليه استمرارها بان تكون صرح تربوي يليق بمحافظه صلاح الدين وعامه في قضاء الدجيل الخاص. دكتور مجيد، شكرنا وتقديرنا الى اعضاء مجلس المحافظه حقيقه الذين رفضوا هذه المدرسه بتواجدهم ودعمهم. دكتور مجيد، لو تحدثنا عن تجربتكم انتم في افتتاح المدرستين، يعني تعاون الاهالي، اهالي التلاميذ، بعض اعضاء مجلس المحافظه، شلون قدرتوا تجمعون هذه الاموال وتفتتحون المدرستين؟ يعني شلون لقيت هذه التجربه، وهل تنصح باعاده وتكرار هذه التجربه في مناطق اخرى في صلاح الدين؟ نعم حقيقه من خلال دور الشراكه او الشراكه المجتمعيه، ومثل ما تعرف حضرتك ان التخفيفات الماليه والازمه الماليه التي يمر بها بلدنا العزيز، ارتئينا ان تكون هنالك دور رئيسي الى الاهالي والى المجتمع المحلي في كل قضاء ان يلعب دور اساسي في اعاده التاهيل. ومن خلال حمله مدرستنا بيتنا استطعنا في كافه اقليه المحافظه من تاهيل عدد كبير من هذه المدارس. هذه التجربه حقيقه سبقت الدجيل، كانت في قضاء سامراء مدرسه التحرير اذ بنيت من الاهالي المنطقه. المدرسه بنيت بشكل كامل وبصلح تربوي جديد، استضاف مدرستين واكثر من 1200 تلميذ هذه المنطقه اللي كانت حقيقه المنطقه تفتقر الى مدرسه بسبب استغلال المدرسه من قبل جهات معينه. الان حقيقه نحن بصدد اعاده تاهيل مدرسه سامراء الاولى، وهي اقدم مدرسه في محافظه صلاح الدين، وتكاد تكون من المدارس الفيصليه المعروفه عام 1918 بدات هذه المدرسه. وبجهود الاهالي وبدعم من المدير العام للتربيه صلاح الدين وعلى راسه الاستاذ بن سرحان، ان نعيد لهذه المدرسه هيبتها ومكانتها العلميه وكصرح تربوي لما تمتلكه من ارث تربوي قديم في هذه المدينه. دكتور مجيد، يعني مشكورين على هذه الجهود، بصراحه جهود مفرحه، يعني الناس تسمعنا الان، اهالي التلاميذ، العوائل، عموم سكان محافظه صلاح الدين يفرحون بهذه الاخبار، هذه الشراكه المجتمعيه ورفع شعار مدرستنا بيتنا، يعني شيء مفرح بصراحه، وشيء له يعني ايجابيات كثيره على المجتمع في داخل محافظه صلاح الدين، وايضا كتجربه ناجحه ممكن تسويقها على عموم محافظات العراق. انا دكتور مجيد اريد اسالك حول الكادر التدريسي، هل الكادر التدريسي للمدرستين الآن هو مهيئ أم تحتاجون درجات وظيفية؟ يعني في هذا الشأن كيف تصرفتم؟ مثل ما تعرف حقيقة احنا عملنا على تسوية بعض الملاكات من خلال الفائض في مدارس الأخرى، وتم نقل هذه الملاكات إلى هذه المدرستين. مدرسة العدالة كانت أساسا هي مدرسة موجودة فعلا، فتم اختزالها من مدرسة أخرى إلى هذه المدرسة الجديدة ونقل ملاكها، مع تعزيز لبعض الكوادر التربويه والتدريسيه من الاختصاصات العلميه. نحن بصدد حقيقه ننتظر اطلاق درجات المحافظه التعويضيه وحصه محافظه صلاح الدين من التعيينات المستقبليه، لحقيقه نجد هناك بعض الشواغل في محافظه صلاح الدين. نتمنى من وزاره التربيه، من معالي وزير التربيه،
ان يطلب درجات التعيين الى محافظه صلاح الدين حتى نستطيع ان 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 نغطي كافه الشواغر في مدارسنا ان شاء الله مستقبلا. بالنسبه للتجهيزات دكتور مجيد، يعني الرحلات، السبورات، المناهج، هل يتناسب مع عدد الطلبه والطالبات في المدارس المفتتحه ام تحتاجون الى تعزيزات لهذه التجهيزات؟ نحن نتقدم شكرنا وامتناننا الى معالي وزير التربيه، حقيقه رصدنا باكثر من 22 ألف رحله مدرسيه وصلت الى مخازننا، الكتب والقرطاسيه الان في المخازن ووزعت بصوره كامله، وهذه المدارس الجديده تم تجهيزها بهذه المعدات وبهذه المستلزمات المدرسيه حقيقه، وكذلك هناك اهتمام من قبل اداره المدرسه ومن خلال المجالس الاباء والمعلمين والمدرسين، حقيقه كان دور اساسي في رفض بعض الامور الاداريه الموجوده في هذه المدارس. جميل. دكتور مجيد، خططكم المستقبليه باتجاه افتتاح المدارس او تاهيل مدارس او تعزيز مدارس وتهيئتها لهذا العام الدراسي او ربما حتى العام الدراسي القادم، يعني هل هناك خطط موضوعه في قضيه بناء المدارس وتاهيلها؟ من المعروف ان هناك عدد كبير من المدارس ومن تنميه الاقاليم كان هناك مدارس بنيت ووصلت الى مرحله معينه وبسبب توقف التخصيصات الماليه وبسبب الموقف المالي اللي مر به العزيز نرتعي من الاهالي او بدعم الشراكة المجتمعية والمجتمع المحلي في تقديم يد العون والمساعده في اعاده استكمال هذه المدارس وتاهيلها، يعني الحقيقه هنالك اعداد كبيره من الطلبه تلتحق سنويا في هذه المدارس مما يولد دخل كبير داخل الصفوف المدارس الان في محافظه صلاح الدين دوام ثنائي وثلاثي، ونحتاج الى عدد كبير حمله وطنيه في اعاده بناء مدينه جديده لتلبي طموحنا وطموح المستقبل لنا ان شاء الله. دكتور مجيد، يعني احنا نعرف انه الطالب في الصف يكون واحد من اصل 25 طالب مثلا او طالبه. الان يعني بحسب وانت مدير الاشراف التربوي، بحسب ما تراه معدل الطلبه في الصف الواحد تقريبا ايش قد؟ حقيقه يتراوح اعداد الطلبه الدوام مثل ما تفضلت وقلت لك ان هناك دوام ثنائي وثلاثي. المدارس الان مدارس محافظه صلاح الدين مكتظه نوعا ما باعداد من الطلبه او من التلاميذ في المرحله الابتدائيه، هذه الاعداد أنا نحتاج الى ان يكون هناك صف مثالي وصف متميز. مثل ما هو تعرف ان عدد الطلاب عندما يتراوح من 30 الى 35 تكون عمليه الدرس عمليه درس نموذجي، ولكن عندما يزداد هذا العدد عن الحد الادنى دكتور مجيد صعب الارضاء الى دكتور مجيد، هناك خلل في الصوت لو سمحت لي. عدم وجود مدارس نعم. كثيره مكتظه باكثر من 50 دكتور مجيد، راح نعاود الاتصال بك مره ثانيه، عفوا سنعيد الاتصال بالدكتور مجيد السامرائي لانه صار هناك خلل حقيقه في الصوت. اعزائي المشاهدين، بالنسبه لقضيه تاهيل المدارس في محافظه صلاح الدين وفي عموم العراق، يعني قضيه تاهيل المدارس ليست كقضيه بناء مدارس جديده، هناك بعض المدارس قد تحتاج بضعه الاف من الدنانير او عشرات الالاف من الدنانير حتى تتأهل وتكون صالحة للدراسة. اليوم العراق يمر بحالة تقشف وحالة حرب وأيضا أسعار النفط، والعراق بلد يعيش على ما يأتيه من أموال النفط تحديدا، ليس هناك قطاع خاص نشط، القطاع العام يعني متعرقل في كثير من مفاصله، وإحنا شفنا أنه كثير من التخصيصات اللي طلبها السيد معالي وزير التربية لم يلبى منها أي شيء، يعني هو طلب 10 مليار دينار خفضت إلى 4 مليار ثم حتى الـ 4 مليار ما حصلها بسبب التقشف، فإحنا في حالة بصراحة حالة ضائقة مالية. ممكن قضية تأهيل المدارس، قضية تجهيزها ببعض الأشياء ممكن تكون عن طريق الشراكة المجتمعية مع منظمات، أعضاء مجالس محافظة أيضا يسعون في هذا الأمر،
بعض الجهات المانحة أو الخيرين ممكن يدخلون على الخط ويأهلون هذه المدارس ويفتتحوها لطلبتنا الأعزاء حتى تستمر المسيرة التعليمية، وبالتالي لا يحرم المئات ولا ربما الآلاف من طلبتنا في محافظة صلاح الدين وفي محافظات العراق الأخرى من الدراسة ومن الالتحاق بمقاعد الدراسة خلال هذا العام. إعدادية شهداء الدجيل وثانوية العدالة للبنين مثل ما شفنا كانت نموذج جيد، افتتاحية خير، وأيضا هي نقطة مضيئة تحسب للتربية في صلاح الدين بإشراف الأستاذ مزهر سرحان المدير العام اللي هو حريص حقيقة، وإحنا شفنا تفاعل مدراء الأقسام ورؤساء الأقسام وحتى مدراء المدارس مع حركته ومع حيويته ومع الخطوات اللي يقوم بها لصالح تربية صلاح الدين. إحنا نتمنى أن تكون هناك تعاون ما بين كل الجهات في سبيل النهوض بالمدارس. عاود معنا الدكتور مجيد السامرائي. كنت الدكتور مجيد تتحدث عن موضوع عدد الطلبة في الصف. دكتور مجيد إذا تسمعني. نعم أسمعك أستاذ. كنت أسألك حول عدد الطلبة في الصف، يعني هو المفروض 25 طالب كحد أقصى الآن، يعني نعم. عدد الطلبة في الصف كمعدل في محافظة صلاح الدين أو في المدارس الآن المؤهلة واللي التحقوا بها الطلبة، كم تقريبا معدل وجود الطلبة في الصف الواحد؟ سؤال حقيقة جيد. المتعارف أنه عالميا أنه الصف عندما يكون من 30 إلى 35 يكون هذا الدرس النموذجي، الدرس التلاميذ يتلقون المادة التعليمية والمادة العلمية بصورة أفضل عندما يكون هذا الصف مكتظ بعدد كبير. في مدارسنا لا أخفي لك سرا أنه هنالك دوام ثنائي ودوام ثلاثي، وهذا مما يجعل من بعض الأحيان بعض الدروس نضطر عن عملية الدمج وزيادة أعداد الطلبة والتلاميذ في الصف الواحد. عندنا دائما حقيقة بعض المدارس ألزم أن أقول لك فيها أكثر من 1000 تلميذ في مدرسة مثل أم سلمة الموجودة في مدينة سامراء، ولكن حقيقة كمعدل عام. أما المعدل العام في محافظة صلاح الدين نفتقر إلى بناء مدارس، وهذا مثل ما تعرف الأزمة اللي مرت فيها محافظتنا أو بعد الأحداث الأخيرة مما ولد عدم اكتمال بعض الأبنية المدرسية، وهذه الأبنية المدرسية حقيقة كانت لو استكمل بناؤها وإعادة هيكليتها من جديد لكانت لنا يعني رائعة من تغطية هذه المدارس. نعم. للأسف الشديد هذه المدارس لم تكتمل بسبب الجانب والضائقة المالية التي يمر بها بلدنا، مما ولد عدم اكتمال هذه المدارس، وبالتالي اضطرنا أن يكون هناك دوام ثنائي وثلاث. نعم. دكتور مجيد، على المستوى الشخصي باعتبارك أنت مدير الإشراف التربوي، على المستوى الشخصي شنو اللي تحلم به باتجاه المدارس مدارس محافظة صلاح الدين، أو شنو الخطط اللي أنت تتمنى أن تتحقق في المحافظة إن شاء الله بعد زوال الضائقة المالية؟ الأفق بالنسبة لحضرتك أنت اللي راسمه لطلبتنا الأعزاء للمدارس للمشرفين اللي هم تحت إدارتك. شكرا جزيلا دكتور. حقيقة طموح وطموح أي مواطن أن تكون هنالك مدرسة جاذبة، مدرسة رائعة، مدرسة تمتلك مقومات النجاح من بنى تحتية ومستلزمات علمية وكذلك من كوادر متخصصة في كافة الاختصاصات، وعدم وجود نقص في أي مادة علمية من خلال توفير كافة مستلزمات نجاح. نتمنى أن تكون هناك مدرسة تطوير، تكون هناك الصبورة الذكية في كل مدرسة. طموحي أن يكون هناك تخطيط صحيح في عملية هيكلية وبناء المدارس مستقبلا، ومن أسس علمية صحيحة ترتقي بمطاف بلدنا إلى الدول المتقدمة في مجال التربية والتعليم. دكتور مجيد السامرائي، أنا أشكرك شكر جزيل، ونتمنى نستضيفك في حلقات مقبلة من برنامج عين العلم. شكرا جزيلا لك. شكرنا وتقديرنا إلى قناة سامراء حقيقة السباقة في تغطية نشاطات المدير العام لتربية صلاح الدين
ونسبات التربية، فنتمنى لكم الموفقية والنجاح. شكرا جزيلا. حياك الله. أعزائي المشاهدين، مثل ما شفنا وسمعنا مداخلة الدكتور مجيد السامرائي، مداخلة ثرة، وضعنا في صورة المدارس في محافظة صلاح الدين وتحديدا حول مدرستي شهداء الدجيل وثانوية العدالة للبنين. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، ثم بعده نعاود معكم ونستكمل هذه الحلقة من برنامج عين العلم. ابقوا معنا. هذا الموضوع أعزائي المشاهدين يعني يهم الجميع، ليس فقط عوائل التلاميذ ولا عوائل الطلبة، ليس فقط الهيئة التدريسية، المدراء، التربية، المديرية، الوزارة، إنما يهم المجتمع بشكل عام. البلد الذي يعتني بالطالب ويقدم العلم للطالب، هذا البلد سوف يتقدم شيئا فشيئا باتجاه مصاف الدول العظمى. الدول العظمى تدفع ملايين بل مليارات من أجل التعليم، هناك ميزانية ثابتة خاصة في الدول المتقدمة، ميزانية ثابتة سنويا يزيدون على هذه الميزانية من أجل الارتقاء بواقع التعليم، سواء في مدارس الابتدائية أو المتوسطة أو الإعدادية، وصولا إلى الجامعات، الدراسات العليا بفرعيها الماجستير والدكتوراه، وربما حتى مرحلة ما بعد الدكتوراه في قضية البحوث التطبيقية وغيرها. هناك دعم يكاد يكون دعم لا محدود لقضية التعليم من أجل الارتقاء بواقع المجتمع أولا، ثم بواقع الطلبة وبواقع أفراد هذا المجتمع كي يدخلوا بعد ذلك في المصانع، في دوائر الحكومة، في القطاع العام، في القطاع الخاص، يقدموا نموذج متعلم، نموذج يعرف التكنولوجيا، يعرف أين وصل العلم، ويحاولون أن يطوروا من مجتمعهم نحو الأحسن. إحنا اليوم نتكلم عن الدعم اللوجستي للمدارس من خلال تجهيز الرحلات، السبورات، البناء، الصفوف، حتى لو كان هناك يعني دوام مزدوج أو دوام ثلاثي، المهم إحنا عندنا الطالب أن يلتحق بمقاعد الدراسة، يلقى أستاذ، يلقى منهج أمامه، ويلقى دوام منتظم. أيا كان هذا الدوام الطالب ممكن يتحمل، لكن لا يمكن المجتمع أن يتحمل طالب كسول يقعد في البيت، يقعد يم أهله ويعيش فراغ قاتل، وربما يؤدي به إلى حالات نفسية غير صحية، وبالتالي يكون عنصر سيء في المجتمع حين يكبر، وفيها إلقاءات كثيرة جدا على نفسية الطالب وعلى المجتمع، وهذا إحنا ما لا نرغب فيه. بداية الأمر أن يكون هناك دعم لوجستي، بناء مدارس، تهيئتها، ثم بعد ذلك تهيئة الطالب للدخول في هذه المدارس وتعليمه وتدريسه من خلال كادر تدريسي محترف. حتى الكادر التدريسي ممكن أن يدخل في دورات تطويرية، توضع له خطط حتى يكمل المنهج، يسهل له كثير من المسائل في سبيل أن يوصل الأستاذ مرتاح إلى الصف ويبدي يدرس التلاميذ بصدر منشرح وبعقلية منفتحة وبمعلومات تكاد تكون هذه المعلومات هي جديدة على الطالب. بالتأكيد هي جديدة، لأنه ينتقل إلى مرحلة جديدة من الأول للثاني، من الثاني للثالث، وهكذا. المهم أن الطالب يعيش حالة من التعليم، كل سنة يتطور وينهض بنفسه وبواقعه من أجل النهوض بعد ذلك بالمجتمع العراقي وببلدنا. وهذه قضية الضائقة المالية إن شاء الله هي سوف تكون يعني مقصورة على هذه السنة، إن شاء الله السنة القادمة مع بداية 2017 تكون فاتحة خير على العراق، بعد أن تتحرر كل أراضي العراق من الإرهاب، ويلتفت الناس إلى معاشهم وإلى أنفسهم، ويلتفتون إلى أبنائهم، ويعود النازحون إلى ديارهم، وتبدأ عجلة الحياة تسير من جديد بشكل تلقائي وبشكل كما كنا متعودين عليه قبل عام 2014. هذه المسائل مهمة جدا، ويجب أن يتكاتف الجميع من أجل الوصول إلى بر الأمان والنهوض بواقع البلد باتجاه
الحالة علمية صحيحة يكون خيرها عام على كل المصانع والقطاعين العام والخاص. احنا طبعا بدنا نحاول نتصل الان استاذ علاء محسن مسؤول الاشراف بقضاء بلد والدجيل، ومثل ما عرفنا انه المدرستين انفتحت في الدجيل. اهلا وسهلا بك استاذ علاء، انت معنا على الهواء مباشره. اهلا وسهلا بك استاذ، نشرفنا واحنا ممنونين منكم جدا على هذا اللقاء ونشكركم جدا. انا استاذ علاء مشرف اختصاص اداري مسؤول على قضاءين دجيل وبلد. حياك الله. بالنسبه للاشراف الاداري الثانوي. حياك الله استاذ علاء. استاذ علاء لو تكلمنا حول النشاط الاخير حول افتتاح مدرستي شهداء الدجيل والعداله. العداله هو نعم. بالنسبه لاعداديه شهداء الدجيل طبعا تعرفون انتم استاذ حضرتك بالنسبه لمعهد المعلمين المعلمات اللي الملغي بالعراق بعموم المحافظات اللغه، فعلى غرار الغاء هذا المعهد فتحوا اعداديه شهداء الدجيل طبعا تيمنا وتكريما للشهداء شهداء الدجيل تعرفون انتم بالحقبه الماضيه تيمنا بشهداء الدجيل سميت هذه الاعداديه وتم افتتاحها يوم الخميس طبعا من اجى استاذ مزير مدير عام طبعا ومشكور جدا مدير عام على جهوده المتفانيه بخدمه العمليه التربويه هو تعرفون هو الراعي الاول لدعمنا واسنادنا طبعا احنا كمشرفين نشكره جدا استاذ مزير يعني متفاهم وتعاون ويانا يعني وهو عباره واحده دائما يذكرها يقول انتم العيون اللي اشوف بها انتم الاشراف لان انتم ميدانيين وانتم بالنسبه للمدارس ومتابعتكم للمدارس انتم بالميدان. فتم افتتاح هاي الاعداديه اعداديه شهداء الدجيل طبعا عدد طلابها طبعا عبر ال 250 طالب هي طبعا انفتحت علمي كل طلابها علمي هاي الاعداديه وبالنسبه للمتوسط العداله طبعا هاي بالمنطقه يسموها الحير خارج قضاء الدجيل تقريبا بها بال 15 كيلو تقريبا. تم انفتحت ايضا بنايه جديده من سته صفوف لانه تعرفون انتم هاي المنطقه بدات تزايد اعداد الطلاب بها والمنطقه بدات التزايد ففتحت هاي الاعداديه شهداء الدجيل ومتوسطه العداله ايضا. نعم. استاذ علاء لو نتكلم حول حاجه قضائي بلد والدجيل الى المدارس، يعني هسه الان فتحت مدرستين، هو الحاجه الفعليه للمدارس يجب ان تكون في قضائي بلد والدجيل ايش قد تقريبا كاحصائيه؟ والله يا استاذ هوايه احنا بالنسبه لنا محتاجين هوايه لانه اكثر المدارس ازدواج، ما عندنا قضائين دجيل وبلد، مدارس مستقله ابد. محتاجين اكثر من يعني هو تدري عموم العراق ما يقارب 8000 مدرسه يلا نفك الازدواج بعموم العراق. يعني احنا حصتنا هسه الدجيل احنا عندنا 46 مدرسه، اكو مدارس اربعه معلق بها الدوام، مناطق مو يعني معلق بها الدوام. وقد عندنا شنو السبب معلق بها؟ تقريبا 42 مدرسه، هاي 42 مدرسه كلها مزدوجه استاذ. نعم. ماكو عندنا مدرسه مستقله خلاص. نعم. باستثناء هي هاي الاعداديه اللي انفتحت هسه شهداء الدجيل. هاي بعد هي وهم احتمال بالمستقبل نحتاج نفتح مدرسه اخرى وياها. اما بلد قضاء بلد عندهم بالداخل 16 مدرسه انا حصلتها اليوم شفت كم زياره المدارس قضاء بلد 16 مدرسه زائد معهد الفنون الجميله اللي انفتح اسادهم. نعم. ايضا ما عندهم بس اعداديه شهداء بلد اللي هم ايضا المعهد اللغه وصارت هي اعداديه شهداء بلد للبنات هم ايضا بس هاي مستقله. نعم. بس والاخوه كلها مزدوجه فنحتاج هواي مدارس يعني تقيس 41 مدرسه و 42 هنا بالدجيل، هناك عندهم 16 مدرسه بس الداخل كلها مزدوجه، فتحتاج يعني كل المدارس محتاجين احنا نفتح مدارس اخرى. انا اردت اسالك استاذ علاء حول نعم. المدارس المعلقه يعني بها اربعه معلق الدوام بها، شنو السبب يعني؟ والله استاذ هذه المدارس كانت تحت سيطره داعش، هاي منطقه البوحشمه. اها. هاي المنطقه هسه رجعت تقريبا بس ما رجعوا كل الاهالي بهاي المنطقه. نعم. يعني على امل انه بالفتره الجايه يرجعون، يرجع بها الدوام، بس للاسف هاي المدارس مفجره استاذ. هاي بهاي المنطقه. اها. طيب. تتعلق بها الدوام والله فنسبنا كل الكادر عندهم نسبتهم الى مدارس الداخل ومدارس اخرى ايضا هاي معلق بها الدوام، عندك بلد عزيز بلد منطقه عزيز بلد ما رجعوا استاذ العزيز. نعم. يعني هاي المناطق وايضا هم تعرضت للتدمير هم ما رجعت نفس المعادله. نعم. هاي المنطقه وهاي المنطقه. نعم. فالدوام بها معلق الى الان.
بس هي بشكل عام يعني احنا عندنا تقريبا 57 مدرسة ما بين بلد والدجيل، هي الآن شغالة يعني داخلة في الخدمة وفيها طلبة وفيها تدريس وعملية تدريسية ماشية بها على أحسن ما يكون. حاجتكم أستاذ علاء يعني بشكل نقاط لو سمحت، حاجتكم في قضائي بلد والدجيل شنو اللي تحتاجونه؟ شنو الأشياء الآن العاجلة المفروض توصلكم من تجهيزات من مناهج؟ لو الأمور تمام كلها تماشية على أحسن ما يكون. إحنا جهود الأستاذ مزير حجي مزير الله يحفظه مدير عام، يعني هذا الموضوع ضمن أولوياته، يعني هاي ضمن يعني نقطة رقم واحد بالنسبة للأستاذ مزير، وجاء وشاف المخزن عندنا هنا وراح البلد. يعني تدري إلى الآن أخو تقريبا يجي الكتب بدها تجي تنوزعها هنا، وطبعا بإشرافنا بشكل مباشر بالنسبة للمخازن كل اللي يجي يتوزع، بس هم أكو نواقص إلى الآن بعد مو كاملة. إيش قد نسبة توزيع المناهج؟ آه النسبة توزيع المناهج الآن إيش قد وصلت؟ 80% 90%؟ لا أكثر بال 90% وصلت. آه بقى شيء قليل أستاذ بالنسبة للمناهج، لا وصلت بس بقى يعني شيء قليل من عندها. هذا نقطة. نقطة أخرى بالنسبة أستاذ، إحنا نعاني من شواغر كثيرة واجد مرتبطة بالتعيينات. نعم. وإحنا شواغر عندنا في قضايا دجيل وبلد، عندنا شواغر إحنا بالدجيل تتحدد بأربع اختصاصات خمسة العفو. نعم. عندنا إسلامية نقص، وعندنا العقارية، وعندنا الرياضيات، وعندنا الانجليزي. هذني اربع اختصاصات اضافه الى الفيزياء ايضا، الكيمياء والاحياء تقريبا يعني اضافه الى اذا نريد نحسب الاختصاصات الاخرى بالنسبه للرياضه والفنيه اما ايضا نقص عندنا حاد بها. هذه يعني انت تتكلم استاذ علاء تتكلم عن الاعداديه. بالنسبه لا حتى المتوسطات، احكي لك اعدادي ثانوي متوسط ثانوي كلها احكي لك عليها، عندنا نقص بالكوادر هوايه. تقريبا ايش قد عدد الدرجات اللي تحتاجوها؟ والله أستاذ هي الدرجات اللي نفصلها على اختصاصات يعني هواية بالنسبة لنا نطلع، يعني تطلع إذا كل اختصاص يريد نحسبه تطلع هواية، إحنا نسوي إحصائية بالنسبة من الإسلامية العربي إنجليزي الرياضيات حسب المواد تطلع هواية، يحتاج لنا أكثر من يعني في 100 درجة على الأقل بالنسبة للثانوي أحكي لك، يعني نسد النقص. الحل أنت كحل مؤقت، نعم كحل مؤقت لسد هذه الشواغر، انتم بالحاله الاعتياديه شنو اللي تسوونه؟ والله يا استاذ احنا بس التعيينات تحلها هاي الشغله، يعني حتى نامن مدارس الخارج، لان المعينين امر الوزير يقول انه بالخارج ندبهم والباقيين نسحب القديم يسد مدارس الداخل. نعم. بس التعيينات يلا تحل هاي الشغله، والا المحاضر استاذ المحاضر مو حل، هذا حل ترقيعي يسموه، لانه يعني محاضر نجيبه بس اذا معين لا راح يتعين بالمدارس البعيده والنائيه ونسحب القديم وحصل عندنا يعني نسد جزء من الشواغر اللي عندنا. نعم، هسه الكتب والشواغر بعد شيء اخر يعني انتم تحتاجونه بشكل عاجل؟ والله هي المناهج اولا، والمناهج بدات تنسد، بقعد عندنا الشواغر والازدواج، الازدواج هم شويه يعني مسبب لنا حاجة، بس هذا يعني تدري انت الازدواج راد له يعني اذا نحسب الدجيل وبلد فد 75 مدرسه يعني صعب انه ينفك الازدواج بها، لان حتى يصير دوام مستقل او احادي. نعم. أنا ما نعم أستاذ علاء، أنا أشكرك شكر جزيل على مداخلتك هذه، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، ونتمنى لكم عام دراسي حافل بالنجاحات، وربنا إن شاء الله ييسر أمور الجميع. أعزائي المشاهدين، مثل ما شفنا يعني الإحصائيات اللي قدمها أستاذ علاء إحصائيات مهمة جدا. عندنا 46 مدرسة في الدجيل، أربعة من عندها معلقة، في بلد عندنا 16 مدرسة بالإضافة إلى معهد الفنون الجميلة، يعني بحدود 57 مدرسة من أصل إحنا نتكلم عن 8000 مدرسة بعموم العراق. طبعا هذه النسبة بجهود الإدارات، بجهود أستاذ علاء وأستاذ مزهر وأيضا المشرفين على المحافظة بخصوص موضوع التربية، متقدمين وقاطعين شوط كبير جدا في التجهيزات، واحنا مثل ما شفنا انه الكتب بحدود 90% كمناهج وصلت الى الطلبه، هناك فقط مساله شواغر او الدرجات الوظيفيه، وشفنا انه في موضوع الاسلاميه والرياضيات والانجليزي والفيزياء، يعني هذه اربعه مواد رئيسيه بالنسبه للمتوسطه والاعداديه يحتاجوها حاجه عاجله، لأن المحاضرين مو أصحاب طويلة مثل ما يقولون، الموضوع ما يأخذونه على عاتقهم باعتبار أنه هو واجب، لأنه بالنتيجة محاضر
وربما المقابل المادي مقابل قليل جدا، يعني لا ينفع بشكل دائم ولا يسد حاجة المدارس ولا حاجة المحاضرين. وأيضا المسألة الثالثة اللي تكلم عنها أستاذ علاء هي قضية الازدواج في الدوام أو الدوام الثلاثي، وهذه أعتقد مشكلة في عموم العراق لنتيجة قلة المدارس وزخم الطلبة وأيضا وجود النازحين. كل هذه حقيقة أسباب إن شاء الله تكون أسباب مؤقتة، يعني السنة القادمة العام القادم الدراسي القادم إن شاء الله يكون عام تنفك به قضية الازدواج وقضية الدوام الثلاثي، بحيث الطلبة يروحون على دوام واحد في كل مدرسة، الأساتذة مرتاحين، وأيضا المدرسة بصفوفها بتجهيزاتها كليتها إن شاء الله تكون في خدمة الطالب والمعلم، والأمور تسير على أحسن ما يرام. معنا أيضا على الهاتف الأستاذ حيدر مجيد مدير قسم تربية الدجيل. أهلا وسهلا بك أستاذ حيدر. أهلا وسهلا بك أستاذ العزيز وبحضرتك وبقناتكم الكريمة. حياك الله أستاذ حيدر. لو تحكي لنا عن قسم تربية الدجيل، وباعتبارك أنت مدير هذا القسم، شنو نشاطاتكم؟ طبعا احنا شفنا آخر النشاطات هي افتتاح مدارس جديدة غير مدرستي شهداء الدجيل وثانوية العدالة للبنين، النشاطات الأخرى اللي تقومون بها في قضاء الدجيل. نعم، حقيقة هناك عدة أنشطة لقسم تربية الدجيل، من ضمن هذه الأنشطة الآن في الوقت الحاضر قيام دورات تدريبية للكوادر التدريسية والكوادر التعليمية، وأيضا تم فتح عدد من المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية لقضاء الدجيل، وذلك للحاجة الفعلية لبعض القرى والأرياف لهذه المدارس. هناك أيضا عندنا حملة أيضا قام بها قسم تربية الدجيل، هي حملة التطوير، حملة تطوير المدارس اللي شعار مدرستنا بيتنا، والحمد لله هذه الحملة نالت يعني نجاح كافة، يعني تم سد وترميم أغلب مدارسنا. أيضا تم ترميم قسم تربية الدجيل من خلال هذه الحملة، وهناك أيضا عندنا عدة أنشطة أخرى بالتنسيق مع الإشراف التربوي والإشراف الاختصاصي بالقسم. الآن أريد أسألك أستاذ حيدر حول دورات التدريبية، تقريبا في أي تخصص الدورات التدريبية اللي هي موجهة للأساتذة أو المدرسين والمعلمين؟ دورات لكافة الاختصاصات، ومن الآن فيها يعني الآن الدورة لإدارات المدارس، أيضا إدارات المدارس التنشيطية والتأهيلية، وأيضا دورات لكافة الاختصاصات الإنجليزي والاجتماعيات وعلوم الحياة وكافة الاختصاصات اللي كوادرنا التربوية التدريسية والتعليمية. هي هذه الدورات دورات حول المناهج، وما زلنا حقيقة مستمرين في هذه الدورات. نعم. لنهاية هذا العام الدراسي. هذه الدورات السنة. العفو أستاذ، هو هذه الدورات دورات لتطوير الأساتذة في تخصصاتهم أم في طرائق نعم. التدريس أم في الإدارة، يعني أم كل ذلك، تشمل كل ذلك؟ طبعا أنت تعرف صار تغيير في بعض المناهج الدراسية واكثر عندنا بعض المشرفين دورات الى معهد التدريب والتطوير في بغداد، ومن تعرف رجعوا من بعد انتهاء هذه الدورات سوينا دورات على مود يعني ايصال المنهج الجديد للكوادر التدريسيه والكوادر التعليميه في القضاء. نعم. وكذلك ايضا تاهيل اداراتنا المدرسيه، لان تعرف هناك ايضا ننشط المدراء في هذه الدورات ونأهل كمدير في إدارة هذه المدارس. طيب أستاذ حيدر، يعني أبرز الصعوبات اللي تواجهها في تربية الدجيل، يعني هل هناك معوقات في العملية التعليمية في هذا العام تحديدا؟ أنت الحمد لله ما كنا ذيك المعوقات الصعبة حقيقة. هناك يعني عمل تضامني بين المجلس المحلي وأعضاء مجلس المحافظة والمديرية العامة والمتمثله بسياده مدير العام تربيه صلاح الدين استاذ مزير، وهناك حقيقه خليه نحل يكون هناك تنسيق مشترك بيناتنا. حقيقه ماكو ذيك الصعوبات الصعبه خاصه في قضاء الدجيل. ليش؟ لان الكل ماخذ دوره في القضاء من قبل مجلس محلي، من قبل قيم مقام، من قبل اعضاء مجلس محافظه، فالحمد لله اي صعوبات هذه.
بس عندنا بعض المعوقات في العمليه التربويه، تعرف انت صار تغيير مناهج دراسيه، حتى تكمل العمليه التربويه لابد من وجود معلم، لابد من وجود كتاب، لابد من وجود طالب جيد حتى تنجح العمليه التربويه في القضاء. تعرف ان القضاء انه التغيرات اللي صارت في المناهج الدراسيه وايضا الازمه الماليه اللي تعرض فيها البلد تاثرت كل الوزارات ومنها وزاره التربيه ايضا. فالحمد لله تقريبا وصل عدد الكتب والمناهج اللي وصلتنا لتربيه الديجيال بحدود 85%، بعض النقص عندنا لبعض المناهج، وهذا ان شاء الله اوعدنا استاذ مزير لانه هو بنفسه يعني واقف على هذه التجهيزات، بانه في زيارته الاخيره لافتتاح هذه المدرستين الحمد لله زار المخزن، واوعدنا خلال فتره قريبه ان تسد كافه المناهج الدراسيه في المدارس. ممتاز. استاذ حيدر، يعني انا اللي اسالك حول وضع الطلبه المادي في قضاء الدجيل. نعم. يعني هل اثر هذه يعني التقشف في البلد، هل اثر على العوائل، على التلميذ من يجي للمدرسه انه هو عنده فلوس يجي يصرف في المدرسه لو ما عنده، يعني هذه هل اثر على الوضع التعليمي بالنسبه للطالب والتلميذ في مدارس الدجيل تحديدا؟ هل هناك يعني شكاوى من مثلا الطالب ما يقدر يوصل للمدرسه، ما عند ماكو سياره توصله، وهي المدارس كلها قريبه تقريبا من كل البيوت بحيث يروح مشي الطالب الى المدرسه ويرجع بدون ما يحتاج الى مصرف جيب؟ الحمد لله والشكر اغلب مدارسنا هي قريبه من الرقعه الجغرافيه للطالب. فاذا نعم. كان في خارج القضاء او اذا كان المدارس تكون في مركز القضاء، حقيقه بجهود مباركه من قبل اعضاء مجلس المحافظه ومن قبل السيد مدير عام تربيه صلاح الدين استاذ مزير، بحيث انه ما خلى مكان لقريه او لكذا وعدد اذا ما فتح هناك مدرسه، ليش؟ لان حسب تعليمات الوزاره وتعليمات المديريه ان لا يكون هناك طالب متسرب او طالب يعني ما يلتحق بالعمليه التربويه. فالحمد لله ما عندنا هكذا مشاكل، ولكن الازمه الماليه اثرت، نعم اثرت على كافه طلبتنا الاعزاء، وذلك لان اغلب طلبتنا الان يستنسخون اكثر المناهج الدراسيه، وتعرف ايضا الملابس وكذا وذني. فالازمه الماليه اللي مر بها البلد تاثرت كل الوزارات وايضا تاثرت كافه العوائل بهذا الموضوع. طيب موضوع القرطاسيه، هو انا ردت اوصل لهذه النقطه تقريبا من خلال نعم. السؤال التمهيدي اللي ذكرته لحضرتك. موضوع القرطاسيه، نعم. هل الطلبه يحتاجون قرطاسيه من خارج المدرسه يشتروها يعني؟ بالنسبه لموضوع الكتب، حقيقه انه اكثر، تعرف انت احنا الان في شهر ال 11. نعم. وبعض المناهج الدراسيه لم تصل الينا، لم ترد الينا للمخزن. فطبعا كان هناك تعويض من قبل، يعني استنسخنا عن طريق المواقع الانترنت، على دخلنا على مديريه المناهج وسحبنا الكتاب المنهج وزودناه الى ملفاتنا التربويه. هذا المنهج طلبنا من كافه المدرسين ان لا يطلبون استنساخ، وانما على يعملون على شكل فصل باستنساخ لحين ورود الكتاب من المديريه العامه. نعم. مدير العام حقيقه استاذ مزير جاهد في هذا الموضوع، يعني هو من اولويات عمله هو في تجهيز مدارسنا بالكتب وايضا بالرحلات. الحمد لله وصل عدد من الرحلات الى قسم تربيه الديجيت، ولا نحن طالبين بحدود 1000 رحله، وصلتنا 250 رحله، وتم توزيعها على كافه مدارسنا، وتم تجهيزنا ايضا بمواد الاستنساخ واجهزه الاستنساخ واجهزه مولدات، وتم تغطيه كافه مدارسنا بهذا الموضوع. ممتاز. وموضوع القرطاسيه اللي انا سالتك عنه استاذ حيدر، موضوع القرطاسيه الحمد لله والشكر جاهزه، ما عندنا اي نقص اي اخلال، فقط عندنا في مناهج الدراسيه عندنا بعض الكتب لم ترد الى القسم. نعم. وهذه تعوض بالاستنساخ و بشيء نعوضها بالاستنساخ حقيقه، وايضا بقيام اعضاء مجلس المحافظه حقيقه مشكورين بدعمهم المادي والمعنوي الى القسم، وايضا من خلال زياراتهم لبعض المدارس وتبرعاتهم لهذه المدارس من خلال الترميم، من خلال يعني هم يعني يزودونا يعني شراء بعض الكتب او الاستنساخ لهذه الكتب. نعم. شكرنا وتقديرنا من خلال قناتكم الى اعضاء مجلس محافظه صلاح الدين لدعمهم المتواصل، والى المجلس المحلي وقائم مقاميه الديجيال، والى دوائرنا المدنيه والامنيه لتعاوننا مع القسم حقيقه، وشكري الى خاص الى استاذ مزير والى الاشراف الاختصاصي مدير الاشراف استاذ نجيب،
لدعمهم المتواصل للقسم. أنا أستاذ حيدر فقط في دقيقتين لو سمحت، يعني كيف تجد تفاعل الكادر التدريسي في هذا العام الدراسي ومع هذه الجهود المبذولة اللي أنت ذكرتها حضرتك، جهود مشكورين عليها بصراحة، كيف تجد تفاعل الكادر التدريسي مع الطلبة خلال هذا العام؟ الكادر التدريسي لقسم تربية الدجال حقيقة كادر ممكن يعني حقيقة كادر تربوي ومهني وكادر يعني يملك من القدرة العلمية، وهناك تفاعل بينه وبين هناك الطلبة. وممكن حضرتكم إذا تسألون الأساتذة النازحين أو الطلبة النازحين التي تم أعوائهم من قبل قسم تربية الدجيل في حدود حوالي 2000 طالب تم استقبال هؤلاء النازحين، وكذلك الكوادر التربوية من قبل بقية المحافظات والأقضية، والحمد لله الكل تشهد بدور قسم تربية الدجيل وبدور الأساتذة في قسم تربية الدجيل في كيفية رفع المستوى العلمي للطلاب. الأستاذ حيدر مجيد مدير قسم تربية الدجيل، أنا أشكرك شكر جزيل لانضمامك، إنه نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في هذا العام الدراسي. شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، المثلث التعليم يتكون من الطالب والمعلم والمنهج، وفي داخل هذا المثلث تجري العملية التعليمية، خارج المثلث تكون البيئة التعليمية واللي هي المدرسة جزء أساسي من هذه البيئة التعليمية. يعني أنت من توفر مدرسة فيها طالب وفيها معلم وفيها منهج، فيها كل التجهيزات اللوجستية، وفيها معلم يعرف كيف يعلم، دارس لطرائق التدريس، وطالب مجتهد يأتي مرتاح البال ويجلس في الصف فقط لغرض التعلم، وما يكتب على السبورة ينقله في دفتره، وهكذا يتفاعل إيجابيا مع ما يطرحه المعلم. احنا قد استكملنا بصراحة من خلال هذا المثلث التعليمي، استكملنا كل أجزاء النجاح أو عناصر النجاح المطلوبة للعملية التعليمية. نتمنى من كل المدارس، نتمنى من كل التربيات في محافظاتنا العزيزة أن تحذو حذو تربية في صلاح الدين، ومثل ما شفنا عبر 3 حلقات بصراحة متتابعة، قضية توزيع المناهج، قضية افتتاح المدارس اليوم، وأيضا استضفنا عبر الهاتف كثير من مسؤولي التربية في محافظة صلاح الدين، وشفنا كيف العملية التعليمية تسير بشكل صحيح ومتتابع وسلس. نسبة توزيع الكتب وصلت إلى 90%، بين 85 إلى 90 و95% مدارس جديدة تفتح، هناك شراكة مجتمعية، هناك شعار مرفوع مدرستنا بيتنا، هناك طلبة يداومون، ويحرص المسؤولون هناك على أن تكون المدارس ضمن البقعة الجغرافية حتى يأتي الطالب سيرا على الأقدام إلى المدرسة ولا يضطر لدفع مال من أجل نقله إلى المدرسة عبر خطوط النقل. كل هذه المسائل يعني بصراحة احنا شفناها وفرحنا بها، وهذه أخبار ومبشرات تشير بوضوح إلى أن العملية التعليمية إذا سارت على هذا المنوال فإن شاء الله النجاح حليفها. أشكركم أعزائي المشاهدين، شكرا جزيلا على حسن إصغائكم ومتابعتكم، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من برنامج عين العلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.